صباح الخير عليكم العدوات، العدو في الخدمه. كركو دايرين؟ كي داير الاحوال؟ اوف، راه البنت ديالي وصاحبتها باتت معاها هنا، لان هذا من اللي ريدت القرايه ما شافوه البارح، جاوا كاع حنا اصدقاء ديالها تغداو ومشاو، ولكن الصديقه ديالها العزيزه عليها قعدت معاها. ولكن قلبوا الدار، انا بنتي مي تكون بوحدها ساهله مهله يا عبد رب، بصح كي تخلط ما نعرفهاش دير كثر ما بوها تهبل. كركو دايرين؟ كي داير الاحوال؟ نتوما لاباس عليكم؟ سمحوا لي راه غير ثلاث خوف المسبح، سمحوا لي. كركو دايرين؟ عييت نسكت فيهم بغاش يسكتوا. كركو دايرين؟ كي داير الاحوال؟ بخير نتوما لاباس عليكم؟ قالت لك واحد الزوينات يا خويا نتاع جفون العينين وداك اللي كيسل منه الدموع من اللي هنايا وكلشي. حنايا بعدا خاصنا ديما نديروا المواد الطبيعيه ونبعدوا ثاني على المواد ديال الغسيل، لان فيها كيميكا نتاع السياق نتاع كسميته، بزاف ديال المسائل، المواد السامه خاصنا نبعدها. المهم قالت لك اخويا ابراهيم راكم سيدنا وديما نقولها لك نتاع جفون العين، لكن انا كنت ندبر على سلهام الحنش، كنت ديما نلقاه من لهنايا قدام كسميته، لقيت جوج ديال الحنوشه، جوج ديال الحنوشه ميتين قاتله طوموبيل من لهنا، لان راه فيهم منفعه كبيره. هذا تاع الحنش لقيتهم ميتين، عاد غير صغار، ولكن ها هو عندي النص هنايا، وها هو عندي ثاني كاين الجلده ديالها السلهام، لان الحنش كيبدل السلهام في الصيف، كيبدل السلهام، واه كيبدل السلهام، وهذاك السلهام اللي كيرمي هو فيه دواء، الخاله ديالي كداوى به والجده وكلشي، ولكن حنايا جفون العين سامحين بها، ولكن خاصنا نحتافظوا عليها. المهم كنشكركم وكنبغيكم وراكم ديما في القلب، وقال لك نسيتنا ما كنساكم لا والو، وراني تعرفوا واش داير، راني داير في تيك توك اللايف نتاع الزواج. صحابات اليوتيوب اللي بغات تدخل تفتح تيك توك وتدخل اللايف على الزواج، راه كاين من كل العالم، من اوروبا، من الدول العربيه، من كلش، من المغرب، من الجزائر، من ليبيا، من الخليج، من كل شيء، من اوروبا، اللي بغات تدخل تزوج انا ندير فيكم غير خير وادعيوا معايا نكمل معكم هذه الوصفات. واللي بغات تدخل تدخل، راه كاين الرجال وكاين العيالات. البارح دخل النهار الاول دخلوا العيالات وما دخلوش الرجال، والبارح دخلوا الرجال اكثر من العيالات، العيالات هربوا نعسوا بكري. ما نعرف العجب يا خويا، لا اله الا الله. المهم انا غادي ندير لكم هاد الدواء وخاصكم تتبعوه. حنايا اولا خاصنا الشاي، ها الشاي حنا غادي نجيبوه ونرطبوه، غادي نرطبوه ما نطيبوهش، غادي نرطبوه ليله كامله او يومين حتى يطلق، الى غير ليله وطلق واخا، الى يومين وطلق واخا، غادي حنايا نصفيوه نحتفظوا بداك الماء. من نحتفظوا بالماء حنايا غادي نجيبوا بطاطا، راه ما عنديش الخيار ولا الخيار، غادي نجيبوا بطاطا والخيار ثاني كاين هادو نعصروه، غادي نعصروه نقشر البطاطا، راه عندي غير هذا اللي ضحكوا عليا، هذه اللي فقات خاصني عاد نمشي نشري مع جيت من السفر، راه مازال ما مشيت نشري. خلي راه في الكوزينه، راني نولي عليه حتى نكمل اللي عندي في الكوزينه، ما نبغيش تضيع لي الماكله ولا نرمي الماكله حاشاكم ولا كلشي. نجيبوا هذا ونعصروه، وإلا كان عندكم الخيار ثاني كنت عصروه غير واحد شويه ونخلطوه مع ذاك الماء اللي درناه كسمته، بحال نديرو بطاطا ولا نديرو خيار، ونجمعوا الماء ديال الخيار ونجمعوا الماء ديال البطاطا ونديروه مع نتاع الشاي. غادي نجيبوه ونجيبو واحد الكاسرونه، ومن نجيبو ديك الكاسرونه حنايا غادي نجيبو نديرو على النار ديك الكاسرونه، ونكونو درنا الماء ديال الشاي الاخضر، ونكونو دايرين الماء ديال البطاطا والماء تاني كاين ديال الخيار، معصرينها غير الماء، غير الماء نصفيو الخيار والبطاطا وغير الماء، والشاي تاني كنصفيوه وغير الماء. غادي نجيبوهم هادوك ونديروه في كاسرونه حبي، مي غادي نديروه في كاسرونه، غادي نديروه نفيضوه غير واحد شويه وعلى النار هاديه. اها حنايا عندنا هنايا زيت الخروع ولا الخروع، كل واش يقول زيت الخروع، ها اللي عندها زيت الخروع فعلا ما خاصناش نديرو زيت الزيتون، زيت الخروع او الله زيت القرنفل، اللي عندها غير واحد في هادو كافي، باش ما تقولوش راه ابراهيم دار لنا كلشي هاد الزيوت، لا، واللي عندها الزيوت كاع دير منه نقطه نقطه، زيت القرنفل، ها زيت القرنفل، وهنايا عندنا زيت القرفه غير اللي عندها واحد من هادو، وهنايا عندنا زيت القسط الهندي،
ها الزويت نبينه الكره ما يبانوش. الصبر ندير لكم شويه هكا باش يبان هكا هكا. ها هو زيت الخروع وزيت القصد الهندي وزيت القرنفل وزيت القرفه، غير اللي عندكم كافي. ولكن الجده ديالي باش كتخدمهم والخاله ديالي كان يخدموه بزيت لبان الذكر. لبان الذكر ولا لبان الذكر كلها واش يقرا زيت لبان الذكر. غادي نجيبو حنايا، غادي نجيبو كسميته. اولا خاصنا حنايا غادي نجيبو الليم، غادي نعصرو الليم ونديرو في واحد شويه ديال الماء، وغادي نغسلو وجهنا كامل والجفون ديال العينين ديالنا كاملين. وهذه خاصنا نبقاو نداوموها ديما ديما، ديروها في الصباح وديروها في الليل، وسيرتو في الليل كتخدم مزيان. اللي بغا نديرها في الليل مزيان. غادي نجيبو الليم نعصروه في الماء، ومن نعصروه في الماء غادي نصفيوه، ومن غادي نصفيوه غادي نجيب واحد القطنه ونفسقو في هذاك الليم ونمسحو من لهنا كاع الجفون ديالنا. هذه راه زينه حتى ديك لاكزيما، ديك لاكزيما اللي كتقبض هنا في العينين ولا كيسميتها، ولا ديك الشعيره اللي كتقبض هنايا كتخرج على برا ولا كيسميتها، راه داك قبط له. وهذا الماء من طيبوه غادي تحتفظوا به، ما ترميوه لا والو، كل مره ديروه في شي قرار وديروه غير على برا. غادي يطلق كيسميتها الماء ديال الشاي، معليش الدنيا هانيه، بصح خاصكم ديما تداوموه. وخاصكم ديما اولا تغسلوا العين، تغسلوا في الاول بالصابون، من تغسلوا بالصابون عاد ديروا داك العصير نتاع الليم، يعني الحامض. حنا نقولوا له الليم، كاين اللي ما تعرفش تقول لك يعني الحامض في الدول العربيه الحامض. غادي نجيبوا داك الحامض ونعصروها، نزيدوا عليها واحد شويه ديال الماء، نصفيوها ونكون غسلنا بالصابون بالاول ونشفنا ونمسحوا ثاني كل كلشي الجفون ديال العينه، وديك اللي كان ديما كيدمعوا العينين ديالو، ديما كان اللي كتقبضوا الحكه في العينين، راها زينه هذه. وراه كنديرها الخاله ديالي، كنت فور الخاله ديالي ثاني ما كانش اللي كان يقتلها. خالتي راها مات اليوم، ما كانش اللي قتلها، كانت معروفه، كانت معروفه، ما كانش اللي قتلها، لان هي رباتني 5 سنين. ولدها رضع معايا لان خويا. غادي نجيبو حنايا لبان الذكر. غادي نجيبو، كنا رطبنا الشاي وصفيناه، كاس ديال العنبه. كاين اللي ما تعرفش كاس ديال العنبه، وهو كاس ماشي عشبه، كاس يعني كاس، غير كاس عادي، ما جبتش هنايا الكيسان، ما جبتش الكاس. غادي نجيبو كاس ديال الماء، غادي نرطبو فيه الشاي ليله كامله، نصفيوه. تاني كنعصرو بطاطا ونعصرو خيارة، وهذاك الماء تاني كنصفيوه ونخلطوه مع الماء ديال الشاي. سمعوا مزيان، نخلطوه مع الماء ديال الشاي. غادي نجيبو حنايا ديك الكاسرونة ونديرو فيها هذاك الماء، غادي نطبخو غير واحد شوية، غادي نديرو فيها. واللي بغا تاني كن غير ترطبه ترطبه. غادي نجيبو حنايا داك الماء اللي درناه ديال الشاي وديال البطاطا وديال الخيار، غير الماء، ما خاصناش حنايا من لا بزريع ولا كسمت. غادي نجيبوه نديروه في كاسرونة، وغادي نجيبو لوان طاك لبان الذكر، لأن كنخدموه بلبان الذكر. غادي نجيبو معيلقة كبيرة، معيلقة كبيرة، وغادي نزيدوها في هذاك الكيس نتاع الماء، الخليط نتاع دوك المسائل بثلاثة، الخيار والشاي والبطاطا. الخيار ما عنديش علاش موريت باش الخيار. غادي نجيبوه ونديروه في ديك الكاسرونة، ونديرو في الكاسرونة نزيدو عليه معيلقة كبيرة ديال لبان الذكر. واللي ما عندهاش لبان الذكر هو الزين كاع. غادي نجيبو زيت القرفة أو لا زيت القرنفل، غير واحد فيه كافي، بصح أحسن حاجة هو هو زيت لوبان الذكر، وهو راه زين للتجميل وكلشي. هذا اللي كانت تخدم به الجدة ديالي، هي كتخدم على راسها، كنت ندير ونوريكم كيف تديرو تخدموه. غادي نجيبو هذا ونجيبو معيلقة، بصح اللي عنده ما عندهاش هذا ما لقاتهاش ما موفرش، أما زيت القرفة أو لا زيت القرنفل أو لا زيت القصد الهندي أو لا زيت الخروع ولا الخروع، كلها واش يقول له، هادو راهو زينين كلشي. وتا اللي ما بغاش دير هاد الخلطه، غير هاد الزيوت في الليل تطلع تدهن الجفون ديال العين ديالها، وتقدر تطلع حتى الوجه ديالها، يعني انا جمعت هذاك التكرش عندها اللي في الوجه. انا ما كندير حتى شي حاجه، ما كندير حتى شي حاجه، سامح في وجهي. ها غادي نجيبو هنا معلقه كبيره، نكونو خلطناه مع هاد كسميته، اما نديروه ليله كامله او نطيبوه واحد 10 دقائق، نطيبوه واحد 10 دقائق كيدير يطلق مزيان وكسميته وتخلطو كاع هاد المواد. حنا قبل ما نطفيو عليه عندنا هنايا السلهام ديال الحنش. حنايا غادي نجيبو السلهام ديال الحنش ونحطوه في الكاسرونه مع المواد. اولا الحنش يكون عندكم يابس، الحنش يكون ميت ويابس، راه ما يهلك لا والو، لان المواد تكون سامه في الفم ديالها، السم ديالها كيزميتها.
هذاك السم ديالها راه فيه ثاني كندوى تندير ونقول لكم واش يديروا به هذا. حنايا عندنا هنا جلد الحنش هذا لقيته حاشاكم ملي تقات له الطوموبيل هنا غير جروس غير غير صغيور. وهنايا عندنا السلهام، السلهام هذا اللي كيبدل هذا السلهام غادي نجيبوه، اللي عندها السلهام راه كيتباع عند العشابة، عند العشابة موجود. غادي نجيبو هذا ونفيضوه مع الشاي ومع البطاطا ومع الخيار مع العصير ولبن الضحكة، لبن الضحكة غادي نخلطوه مزيان ونخليوه يطيبوا 10 دقائق أو 20 دقيقة أو نص ساعة على نار هادية، نخليوه يبرد ونخليوه يبرد واحد الساعة ولا، وعاد تاني كي ندهنو لكلشي العين ديالنا والجفون ديالنا تكون فيه قشعيرة راه دقة بطلة راه زوين. وتاني كي كانوا يشدوا المرارة ديال العيد وخاصكو هادي ديما داوموها راه زين بزاف. وتاني كي اللي يكون الوجه ديالها مشلول راه دقة بطلة، كاين بزاف الدريات اللي يكون الوجه ديالهم مشلول أو لا اليدين لهم مشلول، لأن أنا راني درتها فاش تشليت من يدي وراها دقة بطلة. اللي يكون الوجه ديالها مشلول ولا الودن ديالها مشلوله ولا فمها عوج ولا كسميتها ضربها العروسه دقه بطله دقه بطله هادو ديرو، ولكن يكون فيه جلد الحنش ضروري يكون جلد الحنش. واللي عندها كاع حز الزيوت دير به شوي شوي بصح لوبان الدكر دير منه معلقة. ثاني كين كان واحد الضربه كانت ديرها الجده ديالي المراره ديال العيد اللي قلت لكم تيبسوها، ومن تيبسوها تطحنوها، ومن طحنوها تجيبوا سلهام الحنش، سلهام الحنش وتخلطوها مع تانيكين وطحنوها مزيان وطحنوها مزيان، وكانوا يكحلوا بها وكانوا يخلطوها تانيكين مع زيت لبان الدكر ويدهنوا بها، كانوا يدهن منها الجفون الوجه ديالها وتانيكين اللي مشلوله الوجه ديالها راها دقه بطله. وهذه راها مجربه والله العظيم اقسم لك يمين خاصكم ديروا هذه راها دقه بطله، اللي مشلول الوجه ديالها الجفون اللي يكون عندها تانيكين لاكزيما هنايا لا الحكه ديما تحك في عينها كيقطروا عينها بالدموع كيسميتها، وحتى الوجه ديالنا ملي يكون مكرش ديروها بعدو شويه على العين ملي كيسميتها بصح راه دقه بصح ما تحلقش، لان راه كلشي طايب وكلشي بالمواد وكلشي. كنموت عليكم ويا ربي تكون عجبتكم هذه الوصفه بصح داوموها. ها هو كاس الهام الحنش وهذا زيت لبن الدكر، زيت الخروع ولا الخروع، زيت القسط الهندي، زيت القرنفل وزيت القرفه. غير واحد نافع فيه والشاي البطاطا والخيار راه ما عنديش، غير واحد نافع فيه والله كاين كنخدموها الجده ديالي بزيت لبن الدكر دقه بطله. واللي عندها كاع هادوك كاملين دير منه نقطه نقطه معلقه صغيره معلقه صغيره بصح زيت لبن الدكر دير به كسميته راه هذا زوين ومجرب وكنموت عليكم. وهذا راه ما عمره خرجت ولا كسميته كنبغيكم والله يشافي جميع.